بعد ما شفنا الاحداث اللي حصلت امبارح في المحافظات، هنشوف النهارده الاخبار اللي هتحصل النهارده، ومنها استئناف رحلات مصر للطيران مره تانية الى مدينه بنغازي الليبيه بعد توقف عده سنوات. كمان السكه الحديد بدات حجز قطارات الصعيد للناس اللي هتسافر في اول ايام عيد الفطر المبارك، ده غير انه النهارده هيكون في ثلاث مباريات في افتتاح الجوله ال15 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، شركة مصر للطيران هتستأنف رحلتها المباشرة إلى مدينة بنغازي الليبية بعد توقف استمر عدة سنوات بسبب الأحداث اللي حصلت هناك. ومن المقرر أن تسير مصر للطيران رحلة مباشرة كل يوم بين القاهرة وبنغازي، وده في ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد في القارة الإفريقية. كمان النهاردة هتبدأ الامتحانات التدريبية لطلاب أولى وتانية ثانوي لتدريب الطلاب على استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية، وده في إطار تطوير المنظومة التعليمية وحرصاً على مصلحة الطلاب. النهاردة كمان هتبدأ هيئة السكة الحديد فتح حجز تذاكر قطارات أول أيام عيد الفطر المبارك. السنة دي هيئة السكك الحديدية وفرت حوالي 61 ألف مقعد لنقل ركاب الصعيد خلال فترة عيد الفطر، وكمان هتوفر قطارات إضافية لاستيعاب الطلب المتزايد من الركاب. ولعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات كلهم هيتلعبوا الساعة 9:30 في إطار الجولة ال15 من عمر المسابقة. هيلتقي مصر المقصة مع غزل المحلة، وفاركو مع المقاولين، وأخيراً إسترن كامباني هيقابل الإسماعيلي.